السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد محمود المغربي من محافظة كفر الشيخ، مدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بنين بالصف الثاني الثانوي. النهاردة حابب أوجه رسائل للدكتور طارق شوقي ووزارة التربية والتعليم، بعيد عن الأسئلة والنظام والكلام اللي أنت عامله ده كله اللي غلط كله. أنت ليه كل يوم بقرار؟ ليه كل يوم مش عارف أصلا تاخد قرار؟ مش بقرار، أنت أصلا ما بتاخدش قرار، مع احترامي. يعني انت السنة اللي فاتت قلت لنا ان الثانوية هتبقى تراكمية، وفضلت قلقنا وفضلنا مركزين مع المحامين بقى، واتشغلنا اصلا عن السنة بتاعتنا، مركزين هتبقى تراكمية ولا مش هتبقى تراكمية. بس الحمد لله احنا كسبنا القضية الحمد لله، وما طلعتش تراكمية لانك كنت هتضيعنا. والسنة دي عايز تخليها تلغي التشعيب ليه؟ انا واحد ما بحبش الرياضة كده، انت هتضيعنا كده؟ ولا واحد ما بيحبش رياضة هتدخله هندسة ازاي مثلا؟ انت اقنعني، افرض افرض هتقول لي ما يدخل طب، افرض فلت منه الطب. نبعد عن الحوار ده، ماشي. نيجي على موضوع تاني، ان هو عامل معانا حركة السنة اللي فاتت حلو، ضحك علينا فيها. قعدنا طول السنة اللي هي في اولى ثانوي يقول لك قصة اولى ثانوي موجودة في اللغة العربية، فضلنا ناخد القصة حوالي 8 أو 9 فصول، وفي الآخر دخلنا الامتحان ما لقيناهاش. جينا الترم ده قال لك القصة مش موجودة، دخلنا الامتحان لقيناها. يعني طب ايه ده؟ هو مثلا بيبقى سر حربي خايف تعلن عن مثلا قصة موجودة، خايف تقول للمواجهين؟ المواجهين مش عارفين، المواجهين اللي بيقول يعني انا المدرس اللي انا باخد عنده الدرس اللي كنت هسيب طبعا سؤال القصة، لأنه في ليلة الامتحان هو ادهن. بيسأل المواجهين بتوع المحافظة، وبيسأل المواجهين والناس اللي يعرفهم وكده القصة جاية ولا مش جاية عشان نشرحها. اللي يقول له مش جاية، واللي تحس اللي هو بيتوه في الكلام، فهو من الكلام قال لك القصة تيجي. هو خد كده من تلميحه للكلام، يعني من كلام المواجهين وكلام الناس، فهو نشر بوست على الفيس بالكلام ان القصه نازله وكده، فالدنيا اتقلبت عليه. الموجهين يكلموه ازاي تنشر ومش هتيجي انت ايه كده، قلت الطلبه وكلام صح لها جاي. طب ايه هو سر حرب مثلا خايف تعلن عنه؟ طب ما تعلن يا عم، هو انت عايز تعذبنا ليه؟ وانا بقول له النظام الجديد بالطريقه دي ما تجيش تكلمنا عن الدروس، مفيش شرح في المدارس، مفيش اصلا ناس بيحضر، والله ما في حد بيحضر. لما حد انا هقول لك بقى، لما حد بيبقى رايح المدرسه كله انت بيعملوا ايه؟ انا هقول لك اللي بيعملوه. يقوموا ناشرين على الصفحه امتحان عسكريه مثلا، يقول لك امتحان عسكريه تنظيف اي حاجه، يعملوا اي حركه، يعني حضور اجباري للعسكريه هتسقطه، كلام من ده. يعني خش على صفح المدارس اللي على الفيس وانت تعرف، هما بينشروا على الفيس عشان كله يجي. واول ما كله بيجي طبعا لو في وفد زيارة بيزور حاجه من كده بيبين لهم ان كل حاجه موجوده، كله حاضر والناس بتحضر والتعليم وبتنجان ومفيش اي حاجه من الكلام ده. انت كده بالطريقه دي والله العظيم زودت ام الدروس. يعني انت انا كنت سامع مكالمه لمدرس مع الاعلام وائل الابراشي بيقول له لو انت عندك منتج محلي ومنتج اجنبي، عايز تنمي المنتج الاجنبي المحلي بتاعك، قول لي هتعمل ايه؟ فكر كده معايا وانت في الفيديو دلوقتي، هتروح تحارب المنتج الاجنبي ولا هتنمي المنتج المحلي بتاعك؟ الدكتور طارق شوقي عايز يحارب المنتج الاجنبي اللي هو الدروس، المفروض تنمي المنتج المحلي بتاعك، مش تحارب المنتج الاجنبي، ولا انا غلطان؟ نفسي اعرف بقى ليه بتعمل معانا كده. ما هو انا اقنعتك اهو، انت لو بتسمع الفيديو من الاول هتعرف ان انا كلامي صح، والكلام بتاعي اللي انا بقوله هو اللي صح، مع احترامي يعني. طبعا مش في ثالثه مش هنمتحن تاب، وخدها مني، لان محدش هيستحمل التاب، يعني مش احنا اللي مش هنستحمل، هما مش هيعرفوا يستحملوا اللي هيحصل من التاب، نتيجته اولياء الامور هتفجرهم. انت بتبقى قاعد زميلك تلاقيه طالع من الامتحان
في ناس امتحنت يعني دخلوا الامتحان العربي مثلا دقيقة، يقوم طالع منهم يخليهم امتحنوا عربي، هما اللي النتيجة اللي ظهرت لهم كأنهم امتحنوا على التاب، تلاقي المؤشر النقطة الحلوة بتاعتهم السودة دي تلاقي تحت خالص، فمش هيعرفوا يستحملوا تاب. وطبعا انا بقول لكم نظام الاسئله الاختياريه اللي في العلمي هيتغير، مش هيبقوا 30 سؤال، اسبوع اسبوعين افتكروها، هيحط لك مثلا 17 نقطه اختياري والباقي مقالي. افتكر بس الكلمه دي، لان ليه انت بتمرنا على حاجه، انت بتقول لنا حاجه في الامتحان وما بتمرناش عليها، يعني انت بتجيب لنا اسئله في الامتحان نيجي نبص في الكتاب المدرسي ما تلاقيش كده، عرف البتنجان حط الكذا، مفيش الكلام ده، هو في الامتحان بس بتلاقي حاجات غريبة في الكتاب المدرسي، شرح الأستاذ كده، ما بتلاقيش أي حاجة من اللي أنت بتقولها من اللي بنلاقيها في الامتحان. فأنا بوجه رسالة لك يا دكتور طارق، راجع نفسك، ما ينفعش كده يا دكتور، أنت زي ما بتقول دارس وأنا دارس وأنا مش دارس، ما ينفعش، إحنا طول عمرنا بنتعلم اللغة، التعليم اللي أنت اتعلمته، أنت اتعلمت إيه؟ انا مش عارف، احنا بنتعلم طول عمرنا على الحفظ، ما هو مش باين برضه، فبيبقى في اسئله فنيه برضه بس على الحفظ غالبا، يعني على الحفظ مش كله برضه دش دش وخلاص. ما تجيش انت بقى تقلب النظام ومش فاهم بقى. معلش بس هو ما تحولش النظام كده، هو ما عادش زي الاول طبعا، دلوقتي كله بقى فاهم وغيرت تاب وبتنجان واسئله تعجيزيه انا مش عارف ليه كده. فانا بوجه لك رساله يا دكتور تاني، خاطب عقولنا مش المنظر من بره، انت كده انا لو بره مصر وشايف اللي انت بتعمله هقول لك ده انت راجل منظم وراجل عالمي ومفيش منك ثلاثة، مفيش منك اتنين، احنا تعبنا والله منك يا دكتور من اللي انت بتعمله، ما ينفعش والله. فانت شوفنا احنا عايزين ايه، انت بتخاطبنا احنا وبتقول لنا انا بطور لكم التعليم، بتوع اللي انت اللي المستهدف تطويره بيقولوا لك لا اللي انت بتعمله غلط، ما ينفعش علينا، يعني انت ما تبنيش مثلا الدور الرابع قبل ما تبني الدور الاول، ما تجيش عايز تطبقه طبقه من واحد مثلا لسه في اولى ابتدائي لسه ما اتعودش على اللي احنا اتعودنا عليه. تمام يا دكتور، ارجو الرساله تكون وصلت، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى الرساله توصل. We'll be right back.